اخي جايبهم من بركابته كرهب القطير كحاكم كرهب الزيت وما فيش سكيرة فهو يشعر بكل درجة شكون جايبين. هذا يظن مبيع هذا يظن معناتها الغدة راحت عجيزة وكل مقفل. بعد 24 ساعة نتائج الفحوصات الطبية للصغيرة في ضم طفل وكانت الصدمة على 5 قبل يقوموا بالفحوصات اللازمة 3 منهم اثبت عليهم الاعتداء الجنسي. هذا غير الامراض الكثيره اللي يعاني منها الاولاد الصغار هيك جرح لقمان امراض قلب وتنفس واضرار صحيه اخرى بسبب تعرض الاطفال هذو للاعتداء بالعنف. على ذو وضعيه بتاع اكتساب هذو التارتين ما فهم حتى لقمان يعني هذو تارتين وهذو مش ولا الطب الشرعي وكان بحضور سيكياتر دايور يعني ما فيه حتى مجال هذا دايور تم تحقيق في المجال والإيقاف المسؤول عليه لأنه اللي خاف فيه وين الغائب هنا فهم اللي مرتبطة بالمشي الدولي فهم اللي مرتبطة بالمشي الدولي فهم اللي عنده مشاكل شبية بالمشي الدولي مع المشي فهم اللي عنده تحمل فهم اللي عنده إجراء فهم كيف تزغار ما عنده حتى موسوعة على الوقت. الصدمة أصابت كل هيكل الدولة رئاسة الحكومة تتخذ وتعطي سيدي بوزيد والمعتمد الأول مجلس النواب يستدعي أكثر من وزير استلطع. قصة نفسية قبل السابرة ما حكيش معها ليه بقى لها انت كافر قال لقرها ما صبحكش يعني نحن قومتات يعني فكر آخر يعني فكر آخر ايه شنو مش تعمل في الهارفة الهارفة بتخدم شيء ايه بقى في الاسم شيء نحن قبرش أفكار يعني الولاد تطوروا لدرجة أن قبل وقت الضبط نظرية عددي القاسي جدا في ظروف يعني ظروف ما عندها حتى علاقة بالطفولة فما ذلك اليوم في بابا يبات فيه ويأخذ فيه يعني يتنسى عن الاعتداء الجنسية يأخذ فيه فكر متطرف يأخذ فيه يعني برامج ما عندها حتى انتماء للوطن هذه الحقيقة تسأل خيرا على الدولة أنها